عقدت اللجنة التشريعية اليوم اجتماعها بخصوص البحث مدى استجواب المقدم من السيد العضو عبد الكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. كان رأي اللجنة التشريعية بإجماع الحاضرين وهم 6 أعضاء هذا الرأي باختصار، طبعاً راح تتقدم مذكرة كاملة وشاملة وفيها البحث القانوني والتأصيل القانوني والتأصيل الدستوري لمن تحت إليه اللجنة. يمكن القول أن ما جاء بمحاور صحيفة الاستجواب غالباً ما شابه الخلط بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج الحكومة أو حق إجراء تحقيق برلماني للوصول إلى نتائج محددة قد تكون محلاً لوقائع أو موضوعات تستحق الاستجواب، كما خرجت كل محاور الاستجواب عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور، والحمد لله رب العالمين.